السلام عليكم الشعب الخضراء، جبت لكم اليوم فيديو جديد على الفريق ديالنا للرجاء العالمي. ولكن قبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد جيم او كومونتير. قبل ما نبداو هذا الفيديو ديالنا، كنتمنوا لجميع الطلبة الرجويين التوفيق في اجتياز الامتحان ديال البكالوريا. على بركة الله، نبدأ بمدرسة العادة اللي قرر أنه في آخر الموسم يقدم الاستقالة دياله ويبعد من النادي الأخضر. كنت منه يقدمها قبل ما يبدأ المباراة ديال الديربي. الله، فرض عقوبات وغرامات مالية على فريق الرجاء البيضاوي وعلى منع الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي لجوج مباريات، وانتقال منعوا انتقالات إلى آخر الموسم، واتكاو على الفريق بغرامة مالية ديال 80,000 درهم. ولكن حنا ديما مع فرقتنا. عزيز البدراوي هو الرئيس المرشح رقم واحد لرئاسة النادي ومدعم من طرف زاكي السملالي، وكيف ما خرج بها الجمهور الرجاوي هاشتاغ كلنا عزيز البدراوي لرئاسة النادي. وما نساوش المقاطعة هذه اللي كنا بديناها من شحال هذه، وغنعاودو نرجعو نقاطعو. وتشوف خيخي وراديو ابريل وزيد وزيد من القنوات ديال الصرف الصحي اللي مخلين على شحال من حاجة، ومخلين المنتخب وجايين مقابليننا حنا. اش دارت الراجا؟ اش فعلت الراجا؟ مهم حنا ديما راجا، وحنا جمهورها، وحنا راس مالها. ونزيدو اليوم كتداولو واحد الصويرة ديال اللاعب الافريقي احمد كامارا من تدريب ديال الفريق الاول اليوم اللي طلع من ليسبوار، كنتمناو انه يكون فيه خير. ونزيدو فعلا فابريس نغوما اللي كذب الخبر ديالو انتقال لكايزر شيبس الجنوب الافريقي، يعني هضرة خاوية. وخرج واحد البلاغ ديال جماهير نادي الفريق على انها كطالب التصويت بالطريقه التقليديه عن طريق رفع اليد، يتبين شكون اللي غيصوت وشكون اللي ما غيصوتش، وعلى من غيصوت وعلى من ما غيصوتش، بلا داك الطنز العكري ديالكم. اليوم عزيز البدراوي خرج بواحد التصريح عبر ستوري في الانستغرام ديالو بطلب الترشيح ديالو لرئاسه النادي الفريق الاخضر. كنتمنوا انه يكون هو الرئيس ديالنا، ويكون ان شاء الله في المتطلبات ديالنا. بالاضافه الى ادني في القرعه، خرج بواحد البلاغ حتى هو وكيقول فيه بانه الجمع العام كيكون نهار 16 في هذا الشهر هذا. وما نساوش هاد الكلب الكورنا، هاد الحاس الكاب اللي كيلحس بالبط ديال الناصيري وايت خنا اللي باك هو هادر ليل ونهار على الرجاء. راه عارفينك اخويا، راه محلق مينك وواحنين لك، وما عندك ما دي من عندنا، راك على كيش غدي من عندنا، راك تعرف شنو هو. بالإضافة لأنس الزنيشي هو اللي كيكذب الأخبار الرائجة عليه بأنه غينتقل الغريم ولا غينتقل البركان. أنس الزنيشي خرج بواحد التصريح ديالو عبر ستوري في الانستغرام وقال بأنه ما غينتقل حتى شي فريق، هو حاليا باقي كاين مع الرجاء وكيلعب مع الرجاء وكيحمل القميص ديال الرجاء، وعزيز عليه الرجاء وباغي يبقى في الرجاء. وكنتمنوا هذا المكتب مسير جديد يدير معاه شي حل ويكون معنا إن شاء الله العام الجاي. وكاين واحد الخبر زوينه على المباراه ديال الديربي ديال كاس العرش بان غادي تكون بحضور الجماهير، وكنتمنوا من الفريق يترجل معنا واحد الشويه بحكم ان الجماهير غادي تكون حاضره، وكنتمنوا ان شاء الله نديو التاس هذا العام هذا. واخر حاجه كنتمناها انها تكون هي في المباراه ديال الديربي، كنتمنى من اللاعبين يترجلوا معنا واحد الشويه، وما كاينش شي حاجه تمشي الممر الشرفي اولا شي حاجه فيها بوكيت فلور اولا الورد اولا مويه زينون. هذوك الناس ما كيعرفوش بينا وما كيكبروش بينا، ولعبنا شلة فينالات ولعبنا ضدهم وما عمرنا ما شفنا شي تهنئة أو شي حاجة. المهم اللعابة ديالنا يترجلوا واحد شوية ويترجل حتى المكتب المسير ولو مرة واحدة في حياتهم. وما نساوش هاد كلاب الكورنا اللي كيجتمعوا اللي كيوجدوا باش يديو الحصيصة ديال الفرقة. الله يغبر بوكم الشقف من عندي انا. وما تنساوش الى عجبكم هاد الفيديو هذا، كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتخلوا واحد الكومنتير وواحد الجيم زوينة بحالكم. المهم الفيديو ديالنا هنا سالة، كنتمنى انه يكون عجبكم، وديما راجع.